انا اسمي عمر سيد معوض، انا مواليد 2006، بلعب في الاهلي من 6 سنين او على ما اعتقد. الحمد لله يعني احنا متصدرين الدوري في كل السنوات، ولحد دلوقتي احنا الاول على الدوري، خسرنا 10 ماتش الحمد لله. دخلت هنا هو كابتن عادل طعيمه غالبا هو اللي كان بيكلم بابا وقال له عايزين ابنك يجي نشوفه وكده. بس فانا اول مره ما كنتش حابب، عشان صحابي كلهم كانوا في وادي دجله، انا كنت بحبهم جدا يعني، فكنت على طول بقعد معاهم، فما كنتش حابب الموضوع ان انا لسه هروح واتعرف على ناس تانية وكده. بس فلما روحت وتعرفت بقى عليهم، هو لقيتهم هنا كمان يعني صحابي جدا ودلوقتي كويسين قوي. لا هو ما حصلش حاجه، هو زي اي تعامل يعني، بس هو تعامل المدرب ان انا بسمع كلامه وبسمع اللي بيقوله ولازم انفذه بحرف الواحد بس. واصحابي بقى احنا بنقعد كده مع بعض، اتعلمت حاجات كتير قوي يعني. اتعلمت مثلا لما ابقى لابس الفانيلا الحمراء لازم اكون قدها، ولما مثلا لو انا خسران لازم يعني لازم يا اما اتعادل يا اما اكسب، مفيش حاجه اسمها خساره للنادي الاهلي. هو زمان يعني كان بيقعد يحمسني وكان بيقعد برضه يعلمني كوره كده شويه في البيت، بس لحد يعني ما عاد يقول لي الكلام اللي هو يعني انا مش عاوزك يعني تكون مغرور ان انت ابني ومش عارف ايه، لازم تلعب زي اي لعب. هو ده اللي انا سمعته عامه يعني. هو بابا دلوقتي بيقول لي يعني انزل العب وتمتع يعني، ما تنزلش خايف يعني، انزل العب عشان انت لو نزلت خايف انت مش هتعرف تلعب. لو في البلاي ستيشن انا ضد بابايا انا اللي بكسب، بس لو انا ضد خالي هو اللي بيكسب. اكبر ماتش انا غلبت فيه بابا في البلاي ستيشن كان 9-1. اول واحد خالص كان طبعا بابا، بس بعدها بقى لما بقيت بفهم في الكوره وكبرت بقى ليونيل ميسي. هو ده في مركز وده في مركز، ما ينفعش يقارنوا ببعض يعني. ده يعني بابا ما شاء الله عليه كان كويس جدا وهو بيلعب، ميسي لحد دلوقتي معدي بصراحه. وانا بتفرج على ماتشات اليوتيوب اكتر حاجات كانت بتميزني بابا ان هو وهو كان لسه بيلعب في الاسماعيلي كان هو هاف ليفت برضو زي او كان هاف رايت مش فاكر قوي، فهو كان بيعرف ازاي يتصرف يعني بالكرة في اي حته يعني، في المساحات الضيقه ما شاء الله كان بيعدي، وفي المساحات الواسعه كان بيجري بالكرة وبيعمل الاوفر. هو الحاجه المميزه اللي انا كنت بتفرج عليها على بابا يعني في الاهلي، هو كان بيجري على الخط بيرفع عينه قبل ما يعمل الاوفر. الحاجات اللي انا اتعودتها من بابا العرضيات، بس الشوط ده بابا ما كانش بيشوط كتير قوي يعني، وانا بس اللي كنت بشوط لحد دلوقتي. انا اكتر اكله بحبها الحمام والرز. انا يعني في الاجازه يعني ممكن اقعد العب بلاي ستيشن شويه، بس بزودها يعني ف بيتشال مني ساعات، وساعات بروح اخرج مع صحابي، ساعات بقعد في البيت عادي يعني. كابتن احمد جمال كان ساعات بيقول لي افضل قدام عشان لو الكره اتردت بيستغلوا سرعات يعني، بس كابتن جمال السيد برضو بيقول لي نفس الكلام، بس بيقول لي ساعات ارجع. كابتن تامر حفني بقى كان بيقول لي ارجع علشان الباك ليفت بيبقى عليه 2 فانت لازم ترجع يعني. في دوره دبي دي احنا كنا سافرين يعني كنا متحمسين شويه، بس في نفس الوقت كنا قلقانين. احنا هنلاعب فرق كبيره يعني زي برشلونه ريال مدريد ويوفنتوس، ويعني احنا كنا متوقعين حاجه تانية خالص يعني، كنا متوقعين الريال وبرشلونه هما اقوى فرقتين، بس طلعوا اقوى فرقتين يوفنتوس وسيلتا فيجو. كابتن محمد سراج شخصيه محترمه جدا ما شاء الله يعني، هو يعني احنا كلنا حبيناه بصراحه يعني، هو كابتن فتحي مبروك كمان يعني، هما الاثنين كانوا بيحمسونا لو خسرنا عادي ما فيش حاجه، وكمان الكابتن جمال السيد كان بيقول لنا كده ان شاء الله هتعوضوا في اللي جاي، وكانوا عاملين بيحمسونا يعني. بس لا هي حياه مختلفه عن اي نادي يعني، ده ما شاء الله اكبر نادي في مصر، فهي حياه مختلفه يعني. تبقى انت ماشي وانت لابس الفانيلا الحمراء يعني لازم تبقى عندك روح عالية وتقاتل على الكوره